فضيلة اتساع القلب بالحب. يعني قلبنا ما يوسعش غير بالحب، كل ما تحط فيه محبة المسيح كل ما يتسع ويستطيع أن يشمل حتى المسكونة كلها. فالكنيسة في اتساعها الجميل ده بتعلمك وانت قاعد فيها وانت داخل فيها ان قلبك يكون متسع، قلب كبير، قلب بيستر، قلب بيغفر، قلب بيسامح، قلب بيسند، وقلب بينسى الضعفات. هو ده القلب اللي عايزه المسيح، غير كده ما يبقاش الإنسان صالح. فهذا الاتساع علم نفسك وانت داخل الكنيسة انك موجود وبتقول له يا رب من فضلك اديني هذا القلب المتسع، القلب اللي بيحب كل إنسان، القلب اللي بيحبك وبياخد الحب منك ويقدمه لكل أحد. عندما تدخل إلى الكنيسة وتصل إلى منطقة الخورس وترى حامل الأيقونات، وهذه الأيقونات الجميلة بهذا الحامل، حامل الأيقونات الجميل، تطالع مجموعة كبيرة من القديسين، من الآباء الرسل والملائكة والقديسين والقديسات والشهداء والشهدات، وكأننا نعيش في سحابة من الشهود كقول بولس الرسول، سحابة من الشهود. تاخدوا بالكم أيها الأحباء، الصف الأول في الكنيسة مش هو ده اللي قاعدين قدامنا دول، الصف الأول في الكنيسة هم دول القديسين الشهداء دول، وهم ينظرون إلينا من جهة المشارق، احنا قاعدين بنبص للشرق لكن هم بيبصونا من الشرق، وبيقولونا وبيشجعونا على أن نجتهد في حياتنا اليومية ومن أجل خلاصنا، ونتمم خلاصنا بخوف ورعدة. فقدامك شهداء وقدسين. عايز تتعلم من أمنا العذراء؟ تعلم. عايز تتعلم من يوحنا المعمدان؟ تعلم. قديسين الكتار اللي قدامنا بأشكالهم، بسيارهم، برائحة المسيح الزكية فيهم، كلها قدامنا هنا لكي ما نتعلم منها. انت جاي الكنيسة عشان تتعلم، عشان تنظف قلبك، علشان تتقابل مع القديسين. ولذلك الكنيسة لها مهابتها ولها حرمتها ولها احترامها. ولما بنيجي الكنيسة بنيجي في أبسط تعبير بنقول أنا رايح الكنيسة عشان أقابل ربنا، لا عشان هي بيت ربنا، زي ما تروح بيت عم جرجس عشان تقابل عم جرجس. احنا بنيجي الكنيسة عشان نقابل ربنا، مش لحاجة تانية خالص. ولذلك سحابة الشهود تعطينا نوع من الطمأنينة، ونوع أننا لسنا وحدنا في الطريق، عندنا شفعاء يشفعون من أجلنا ويصلون عنا، ودول يربطونا بالسماء. وزي ما قلت لك الصف الأول محجوز للسمائيين، وإحنا اللي عايشين على الأرض الأرضيين بنحاول نجتهد لكي ما يكون لنا نصيب كالسمائيين.